نبتدي. أمل وحشينا، ابتدي اسألي انتي. انا سؤالي مدرستي، ممكن تقولنا ليه انت احسن حد ممكن يقدم خدمات تعليمية للمجتمع دلوقتي؟ اولا انا حظك الحلو خبرة، في ايه؟ شكرا. لا، حظي حلو الحمد لله في حاجات كتيرة جدا، لكن اولا انا اللي بيساعدني ان انا اقدم الخدمة دي ان انا 12 سنة خبرة في ادارة مؤسسات تعليمية، من اول ادارة الفصل لتخطيط الحصة نفسها لكل تفصيلة بتحصل جوه المدرسة. بالنسبة لحظي حلو في ايه دلوقتي، الغلو اللي حاصل في البلد او الانفليشن الموجود خلى الناس تبدأ تدور على بديل للدروس الخصوصية، لأن ده عبء حقيقي كبير جدا 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 على ولي الأمر. هقدر الجديد يعني، ما احنا إيه عارفين الجديد كنت طول بالنسبة لنا؟ عمرنا الجديد الدروس الجديد الخصوصية أوكي عبء على المجتمع وسعرها، دي حاجة مشكلة بقى لها 20 سنة. أوكي الجديد إيه الجديد؟ إن بقى فيه بديل، الطالب يقدر يتفرج على فيديوهات تشرح له المنهج بالكامل، مش محتاج للمدرس عشان يقعد جنبه علشان يشرح له. عنده موشن جرافيكس بتتقدم بشكل كبير جدا، بتثبت المعلومة وبتخاطب ذكاءات مختلفة من الطلبة، يعني أنواع مختلفة من الطلبة بتتعلم بطرق مختلفة. فعندنا الطلبة اللي بتتعلم الموشن جرافيكس، عندنا الطلبة اللي بتتعلم من الأغاني، ده عندنا مش الطلبة موجود، اللي ده اوريدي في قنوات وبروجرامز عاملاها الدولة فعلا، يعني وزارة التعليم عاملة الحاجات دي. وزارة التعليم عاملة قناة طبعا، وهي عاملة مجهودات كبيرة جدا علشان تساعد في المشكلة دي. لكن احنا بنقدم جديد موشن جرافيكس يخلي الطالب يستمتع بالعملية التعليمية، يقدر يتخيل المعلومة مش بس توصله.